صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعه مرسوم رقم اثنين لسنة 2020 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تعين السيدة نوف عبد الرحمن جمشير رئيسا تنفيذيا لهيئة التخطيط والتطوير العمراني ونصت المادة الثانية من المرسوم أنه على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه